سمك واحد الله يقولك في برنامج اسمه كاركتر كريتور، ده برنامج بينشئ شخصيات احنا ممكن نستعملها بعد كده مثلا في نت تطف اي برنامج كروم كلكم مثلا ريفت، برنامج مثلا زي المايا سيدي ماكس، هتلاقي هنا شخصيات كتير تقدر تختار منها اللي انت عايزه. طيب هو بتيجي هنا كروزز، خلينا نديله ملابس معينه يلبسها، بقول له اختار، فبيبدا يحمل الشخص بالملابس. او بتختار شخص يكون كبير صغير، في مكتبه كامله تقدر تستعين بيها. هو يبدا يحمل لك الشخص دوت، ممكن تقول له بقى انا عايز مثلا اتحكم في الاي مثلا هنا، هنا في بعض المشاريع اللي موجودة، خلينا نختار مثلا حاجة منهم. دي زي ما شايف شخصيات موجودة، ممكن نيجي هنا ونقول له انا عايز اشوف طريقة التحكم ديت، فانا ممكن اعمل سيلكت على جزء معين واقدر اتحرك فيه. ممكن اجي هنا اقول له انا عايز ابدا اتحكم في مثلا الوجه او الراس، وابتدي اغير هيت تعملها يمين وشمال وهكذا، تقدر تخفي العصر اللي عايز فيها. طيب ممكن تقول له طب انا عايز هنا مثلا الجزء دوت، وتخليه ياخد الوضع اللي انت عايزه، يلف شويه كده وهكذا. الايد دي مثلا تقدر تتحكم فيها، وبرده الايد الثانيه. فبتقدر تخليه ياخد الشكل اللي هو عايزه. البرنامج غني بالامكانيات والتحكم، بحيث ممكن تغير مثلا شكل الشعر مثلا العين الاسنان، كل ده تقدر تغير فيه بسهوله. اهوت بالشكل دوت، ممكن الاسنان، ممكن العين، ممكن الجسم كله، بحيث تختار الشخصية المناسبة اللي انت عايزها. تقدر تخليه ياخد الوضع اللي هو عايزه زي ما انت عايز، ممكن تخليه يلبس مثلا قميص معين او بنطلون معين، تيشيرت معين، وتقدر من هنا تلف الشكل زي ما انت عايز، تعمله زي ما انت عايز، تغير فيه زي ما انت عايز، وتشوف الشكل بجودة معينة. ممكن تعمل انورة زي ما انت عايز. ففي امكانيات حلوة تخليك بسهولة تعمل الموديل اللي انت عايزه، وفي بلاجز كتير تقدر تسطبه في اي وقت وانقله مجاني.